نعم ما في نقاش يعني، ولو كان الشيخ علي يعني بده يناقش. انا بقول نعم بده يقول ما هو بيحكي هلا رغم انه بيقول ما بتركه الا بتثبته يعني. مفيش حتى العشرة يعني مفيش. هذا الثالث اللي نحن لا ندري عقيده. ما بيكفي جعلنا انها كلها استدلال بأنني ونأخذ. انا جاوبتها. جاوبت انه ما بيكفي. من علم بأنه ذبح والذابح ممن تحل لنا ذبيحته فحلال، ومن علم العكس فحرام، ومن لم يعلم لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك لما لا يريبك. أنا ما بقول لك ما بيجوز. يعني هلا تسألني بعد ما صرحت لك مرتين أو ثلاثة إنه في ثلاث احتمالات، اجعل لك الاحتمالات الثلاثة واحد. بس إذا بدك المدد من سيدي أبو محمد يمكن راح يخرب عليك أكثر مما خرب عليك الشيخ. هل كتاب يهودي أو نصراني؟ مثل مثل المسلم شو اشترط فيه؟ عفوا اسمع هوني عدنان شو بيقول بني الاسلام على خمس. شو بتعني انت 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 شو بتعني باشارتك الى هذا الحديث؟ ما الذي تعنيه؟ ايه فيعني مثلا هني ما بيصلي وبيذبح ما بتحل ذبيحته؟ شو ما بعرف مين جاب الحديث انا ولا انت؟ انا قلت مسلم. ايه مسلم يعني مسلم مسلم. نعم من هو المسلم؟ ايه هو هذا الجواب. بس الظاهر عدنان بده يبعد شوي يعني. طول بالك طول بالك. هلا المعنى اللي انت عم ترمي اليه يا ترى لعله منه قوله عليه السلام المسلم من يا ترى لعله منه قوله عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. شايف كان جواب علي الآن أحسن من غيره. يعني أنا سألتك تعني هذا الجواب أعني أو لا أعني؟ لا تعني. إذا ما الذي تعنيه هذا الذي سألتك آنفا؟ لكن أنت ورط حالك الله يهديك. أنت ورط حالك لما جبت الحديث. هذا
نشوف فيها قصاص شيخ علي. يعني انت ما تدري ان البوذي لو ذبح السكين ما بتخلي ريحته؟ فاذا مش فاضي. لازم تاكل ايه تفترض انه كلهم لا شو الكلمة اللي قلتها غميين ايه انا اتهمت نفسي لانه لا شك ها بالسمع واذا انت غلط يا اخي طيب ايه لا بس هذا لا يرد على كلام يحيى اي نعم أو مثلا تفتح بعد
شو الشيء اللي انت شفته الان ما كنت مستفيده من قديم الزمان؟ شلون كثير يعني؟ في هالمسألة هذي طول بالك فيها. هل لأول مرة تسمع الجواب الموجز؟ هل دفعك أنك تحكي البيان هذا؟ يعني أنت ما سبق أبو يحيى أنك سمعت جوابي حول الذبائح البلغارية أو اللحم البلغاري؟ هذا سمعته مني؟ لا بس انت عفوا انا عم سألك سؤال لانه انا استغربت قولك انه الان طلعنا بنتيجة غير النتيجة السابقة. معليش لكن انا عم سألك سؤال بارك الله فيك، ما سبق انك سمعت هذا الجواب فيما مضى من الزمان؟ انا هي صارت عندي كليشة مدموعة انه بجاوب هذا الجواب غريب جدا. المهم اخي هلا انا بجاوبك على كلامك انت، علما انه جواب الموجز هو معناه تقديم جواب لسؤالك هذا المفصل، لانه انت احد رجلين، انا حطيت ثلاث رجال، رجل يعلم ان ذبحت ذبحا شرعيا ومن ذابح تحل ذبيحته، هذا رجل. رجل ثاني يعلم العكس تماما، يعني اختل شرطان او عدوما على الاقل. رجل ثالث لا يدري لا هيك ولا هيك، وكل واحد له حكمه، هذا واضح كان فيه. انت الان تنصب حالك ونفسك وبتقول انا اعلم ان الذين يذبحون هم اهل الكتاب، وانهم اي نعم وانهم يذبحون ذبحا شرعيا ولا يقتلون قتلا. شو بيعطيك انا الجواب؟ انا قدمت الجواب خلاص. لكن يقبل المناقشة من حيث الذبح لا من حيث الذابحين، لانه انا بقول هو الذي ألقي في نفسك تماما. انا دائما بقوله انه نحن ننظر للشعب الالماني او الشعب البريطاني او الشعب الامريكي، نقول هؤلاء نصارى، كما نقول عن الشعب السعودي والاردني والمصري مسلم. لكن في هؤلاء المسلمين من ارتدوا عن دينهم من هم من يكون النصارى خير منهم الى اخره، لكن هذول ما بشكل امه وتخرج هذه الامه ان تكون غير مسلمه، لا يزال هؤلاء مسلمون هنا وهناك. كذلك النصارى في هذه البلاد هم نصارى، لسنا مكلفين شرعا انه نعرف هويه كل ذابح لكل ذبيحة يذبحها، هذا تكليف ما لا يطاق شرعا. لكن هذه الأمة أمة نصرانية، ماذا هو الظاهر؟ ما نتعمق بمعرفة هويات أفراد الذابحين، نجي بعدين للذبح. الذبح إن كان أنت مقتنع أنها تذبح فعلا كما ذكرت عن ذاك التركي
فأنت الذي ستدان أمام الله وتحاسب أنك أكلت ذبيحة وما أكلت قتيل. لكن ممكن إنسان يعترض على هذا البيان أو على هذا الحكم، أن يقال أنه الألمان بيذبحوا على الطريقة الإسلامية، وأعني شيئا لما أقول الطريقة الإسلامية، وهو إسالة الدم، لأنه الطريقة الإسلامية ككثير من الأحكام الشرعية فيها ما لابد منه، كما نقول بالنسبة للصلاة ركن وشرط، وفي بعدين درجة ثانية فرض، وفي إلى آخره. كمان بالنسبة للذبح الإسلامي ما بيجوز إسلاميا أن تذبح الذبيحة أمام أختها، لكن هذه إذا ذبحت حلت مش حرمت، لكن حرم على الذابح أنه يذبحها أمام أختها ويترى وتنظر. فنحن نقصد بقى الطريقة الإسلامية بمعنى أنها ذبحت وسيل دمها. أما ضربوها برصاص، ضربوها ببلطة، ما أدري يعني إيش في هناك صفات تروى، هذا ما بيهمنا. بيهمنا إنه هالثور ضربوها بها البلطة وقعت أرضا ثم أسالوا دمها، سال الدم حلت، لكن فعلهم ما حل إسلاميا. تعذيبهم لها بالضرب هذا لا يجوز إسلاميا، لكن من حيث أكل هذه الذبيحة حلز أكلها ما دام إيش سال دمها. هنا بقى تأتي روايات مختلفة، كل الخلاف من حيث أنها تذبح أو لا تذبح. وأنا لا يجوز لي أبدا ولا شرعا ولا عقلا أنه إجي أحكم أنها تذبح أو لا تذبح، لكن قرارة نفسي أعتقد أن دون أوروبيين يعرفون قيمة الوقت، وأن الوقت هو مورد الذهب الطنان والرنان، ولذلك فهم مش معقول يذبحوا على الطريقة الإسلامية إطلاقا، يذبحوا على الطريقة المادية. هل في ساعة واحدة بتقدم لهم ذبائح على تعبيرهم هن بالعشرات إن لم نقل بالمئات، أما الطريقة الإسلامية كل واحدة بدها إيش شحذ سكين وتوديل وقبلة وإلى آخره لإنسان الدمها. فبرجع بقول أنا ليس لي أن أحكم هيك ولا هيك، لكن أنت وزين وبكر اللي بدون يأكلوا إن كان صار عندهم اطمئنان في نفوسهم. اطمئنان الاول ما ذكرت انت انا مشارك اي ام نصرانيه. منام الثاني انت بتقول انه بيذبحوا صحيح بيرموها برصاص او ناغني، لكن بيسيلوا دمها بالسكين. فانت با وما تدين، ان كنت تعتقد انه فعلا هذا واقع هناك فيجوز ان تاكل. انا عندي تجربه وحده قدر لي منذ يمكن 10 سنوات 10 سنين أكثر أقل ما بحفظ أنا التواريخ، ذهبت إلى بريطانيا وذهبت إلى قرية نسيت بطبيعة الحال اسمها، فيها رجل سلفي باكستاني عنده منحر على الطريقة الفنية والذبح الإسلامي تماما. وزرت نعم زرت المنحر هذا، بناية كبيرة جدا ومنظمة تنظيم عصري، في مكان جريب للغنم لما بدهم يذبحوا بينقلوا الرؤوس هكذا على التسلسل إلى مكان ضيق فيه شخصان، أحدهما يحمل الدابة بيطجعها، الثاني بيذبحها
وفي مجرى للدم طبعا يسيل اذا ما كان معروف وين. مجرد ما ذاك بيذبح الاولاني اللي ابزعها راسا شنقلها وبيعلقها بسكه، بيدفع هيك دفع يمكن مسافه 10 متر في المكان، بتروح على السكه هيك وبتلف لغرفه ثانيه، سكه طبعا متسلسله في النزول. دخلنا هنيك والشخص واقف بيستنى الذبيحه، وظيفته فقط يسلخ الجلد، لا شيء. الجلد بقيمه برميه في برميل، بدفع دفعه بيستلمها رجل ثالث. هذا الثالث وظيفه بشق البطن وبيطالع الامعاء والمصارين والكريش والى اخره، وبيدفع الدفعه الرابعه للرابع، فقط وظيفته الماء الدافق بقوه بيصب على الذبيحه هذه، بيطلع نظيف يعني مثل الملامه. بيدفع الدفعه الاخيره الى الميزان بانه يزن الذبيحه ويسجل الى اخره. قال لي هذا صاحبنا، صار الانجليز بيشتروا من عنده، الانجليز صاروا بيشتروا من عنده لانه وجدوها هذه طريقة اشارة الدم، وهي فعلا معروفة طبيا يعني انه اصح، لكن سبحان الله الله اضلهم على علم بسبب الطريقة لا شرعية اللي بيتبعوها هني. فاقبال الانجليز على ذبيحة هذا الرجل المسلم دليل انه الانجليز ما بيذبحوا الذبح الشرعي، لكن مع ذلك انا ما استطيع ان اقول في كل بلد مثلا ألمان بلغار وغيرهم أنه بيذبحوا على الطريقة الإسلامية أو ما بيذبحوا، ما أستطيع أن أقول، لكن أنا أكل الأمر لكل مكلف هو ما يدين الله به. لكن إيش رأيكم بالنسبة للحم البلغاري؟ أنا سمعت أو قرأت لكنه خبر صحيح أنه نفس وزير الأوقاف عبد العزيز هذا الخياط اعلن انه الذبائح اللي تجينا مذبوحه بالطريقه الاسلاميه تبين لنا ان الامر ليس كذلك، مع انه هذا امر عجيب جدا، رجل مسؤول بيحاول انه يسلك الامور باقرب طريق بيجي بيعلنها، معناه انه هو تشفي يعني. ونحن من اجل هذا الشيء الذي يكتشف كنا نحذر ونقول من ومن ومن، واحد من ثلاثه. فاذا كان هذا الوزير المسؤول يعلن هكذا، كيف بعد ذلك ممكن نطمئن للحم البلغاري؟ نعم ايوه وهي هذا سبق الجواب عليه. إذا سال الدم حل، لكن الطريقة لا تحل. ضربت لك مثال، تذبح الذبيحة أمام أختها، أمام أختها، هذه لا تجوز إسلاميا، لكن جائز أخذها. لا تقول لا.
انت عليك بعد ما سألت السؤال انك تفهم الجواب، مش تقول هيك ضرب. لا شلون لا، قول انا ما فهمت الجواب. ضربنا لك مثال ان الاسلام ينهى عن ذبح الشاة امام اختها، لكن اذا ذبحت حل اكلها. الله يهديك. هلا بدنا نحكي عن كيفية الذبح، لانه ما عرفنا شلون. لما منقول ذبحت، ما بتعرف شو معنى ذبحت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الله يهديك يا ابو بلال. بقول لك ذكرت آنفا أن الشاة إذا ذبحت أمام أختها لا يجوز شرعا هذا الذبح، لكن هذا الذبح يحلل أكلها. مفهوم هذا الجواب؟ مفهوم؟ السؤال تبعك هذا جوابه. يا أخي في شيء مشان يحلل أكله، وفي شيء مشان يحلل طريقة ذبحه. فطريق اسمع الله يهديك، اسمع، فطريقة ذبحه من هون تعذيب للحيوان، مثل ذبح الشاة أمام أختها، لكن لما ذبحت حل أكلها. لكن الطريقة اللي ذبحت عليها طريقة ينهى عنها الشارع. سؤالك أنت تذبح من فوق رقبتها، سال دمها، سيلان دمها بحل الأكلة، لكن طريقة الذبح حرام لا يجوز لأنه فيه تعذيب. وهي خلاص حرمت. هو عم يقول ماتت. تفضل. اي والله. انت اذا بدك اسمح لي، ولو اطعت كلامك، اذا بدك تقضي على الشيخ علي ارمي لي وزيره، قل له كان الوزير تبعك كذاب. لا كيف كذاب وزير؟ عن ايش عم تدافع انت؟ هو عم يقول لك يقول له ثبت انه مو صحيح انك تتبع للطريقة الاسلامية، وانت بتأكد تتبع للطريقة الاسلامية. هاي طريقة اسلامية بسكينة، كان شو هاي طريقة اسلامية؟ فمعناها نعم هاي بقى. والله وزيري اسلك من هذا، لانه هذا خارج الوظيفة. لا قول لي ليه؟ هذا خارج الوظيفة وانا خارج الوظيفة. دكتور دكتور عرف كيف توكل كتف، هاي تصدق الوزير ولا؟ لا
تموت تموت I have to go to the hospital. Masha Allah.